بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الذكرى المباركة، وقد سمعت من أيام أحد الناس يقولون أن هؤلاء الإرهابيين في سوريا يفعلون أفعالا وأفعالا، يقتلون و قل سبحان الله، أيكون في دين الله من أناس يظنون أنهم مؤمنون، أيكون فيهم من يبرر للقتل ثم يكذب ويتهم غيره أنه هو القاتل؟ فتذكرت بهذه المناسبة اليوم عندما سمعت نبأ خطيرا، وكم من الأنباء مثله مع الأسف، ولا يتحرك لها ضمير الإنسانية، لأن الإنسانية باعتقادي لم يعد عندها ضمير، الإنسانية بعمومها أو بهيئاتها الكلاسيكية التي تسمي نفسها متحدة وأمم وكذا، مع الأسف هي تحت سيطرة حكومات لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نحن نتمنى أن يرجع النصارى إلى دينهم، ونتمنى أن يرجع اليهود إلى دينهم، ولكنهم كفروا بدين الحق من أجدادهم التي ورثوها في أديانهم وأقوالهم، وكفروا بدين الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خرجوا من الدين وهم يظنون أنهم على دينهم. لا يوجد إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يقر هذه الجرائم التي تكون عندنا، ويزعم أن من يفتعلها ومن يفعلها هو من المؤمنين أو من المسلمين. لا أبدا، لا يمكن أبدا. فأنا أتذكر من بداية الأحداث في سوريا، أتذكر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة هذا الدين، وأتذكر أن المؤمنين لا يكذبون، ونحن كنا نرى ونسمع الكذب بآذاننا ونراه بعيننا. نصلي الجمعة في المسجد، فنخرج من المسجد وإذا بالشباب منفعلين ويقولون الله أكبر، فيأتي الأمن ويطلق عليهم الرصاص، ثم نسمع من الإذاعة مندسون. والغريب أنني استدعيت في مرة من المرات إلى الأمن العسكري، وكانوا يكذبون ويزعمون ويقولون ألقوا علي محاضرة ساعتين، وهم يقولون إن تلك الإذاعات أو العفو الفضائيات تكذب على سوريا، إنهم يعملون يعني عمارات من خشب أو كذا، يصورون أنها بنايات ويجمعون الناس حولها ويصلون ويصوتون ويصورون. سكتت، ماذا أقول لكذابين يكذبون أمامي؟ أنا أرى بعيني أن الناس تخرج من المسجد وتتظاهر وتقول نحن نريد حريتنا. أين الأمريكان وأين اليهود وأين كذا الذين يدفعون الناس ليعملوا ذلك؟ ما في أحد يدفع إلا يدفع هؤلاء الظالمون الجائرون لأن يكذبوا علينا في وجوهنا، وكنا في حالة لا نستطيع أن نقول هذا كلام غير صحيح مع الأسف. وفي نفس المجلس يأتي رئيس الأمن العسكري، شوف يقول هذه التصوير كلها كذب، يأتي رئيس الأمن العسكري فيخرج قلما ويقول تفضل يا دكتور،
شوف الأمر خطير، وقد قالوا هذا القول لأخي قبل أن يتوفى. قال أمر خطير، يعطونهم أسلحة خطيرة. ما هي هذه الأسلحة الخطيرة؟ أخرج قلما وقال هذا القلم يضعه الإنسان في جيبه ثم يصور تطلع مباشر على الجزيرة. إذن معناته ما يخرج من الجزيرة ليس بكذبا، ما يخرج من عندكم هو الكذب. سبحان الله، يكذبون في وجوهنا ويظنون أننا حيوانات لا نفهم. لهذه الدرجة وصل الأمر بهم، أم إنهم لا يفهمون كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. أنا لا أقصد منافقين الذين يفعلون هذه الجرائم ويأمرون بها، أقصد المنافقون الذين يرونها ولا يفهمونها، المنافقون الذين يبررون ويقولون بمناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي الرحمة نبي الكذا أن الدولة تقتل الناس للرحمة، أن السبب في قتل الناس هو هؤلاء الثوار. من أخرج هؤلاء الثوار من الجيش؟ ما في أحد يعلمنا. من الذي يقتل المدنيين ولا يجوز ضرب المدنيين بالطائرات ولا بالمدافع؟ لا في شرائع الناس ولا في الأديان السماوية كلها ولا في الأديان الغير سماوية ولا في هيئة الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن. هذا لا يجوز أبدا أن تطلق قذائف على المدنيين. من الذي يقتل في حلب؟ من الذي يقتل في دمشق؟ من الذي يقتله؟ من الذي يملك الطائرات؟ إن كنا نحن عميان فإن العالم جميعه يعلم. هناك أقمار صناعية تكشف، ورأيت بعيني كيف يصورون الدبابات وهي تطلق الرصاص على حمص منذ عدة شهور، بعيني رأيت. يعرفون أكثر مما نعرف ومع ذلك يكذبون. يقتلون الناس ويقولون إرهابيين، صح، الذي يقتلهم إرهابي وهو أنتم، أنتم الذين تسمون أنفسكم تدافعون عن الإنسان، أنتم تقتلون شعبكم لمصلحة من هذا؟ لمصلحة اليهود. فالمصيبة كبيرة لماذا؟ والجريمة كبيرة لماذا؟ لأنها ليس كفر، لأن من قتل مؤمنا مستحلا دمه خرج من الإسلام، سواء كان يعتبر نفسه. لا نتكلم عن حكومة الاتحاد السوفيتي، هؤلاء كفار، هؤلاء هم متسلطون على الأمم والشعوب، يزيقونهم ذل الهوان، يعيشون تحت ظهرانيهم كما يعيش الحيوان، مسخرين للآلي. أنا أقول عن إيران التي تدعي حكومتها أنها من المسلمين، إن كانت من المسلمين انتبهوا يا شعب إيران، إن كانت حكومتكم من المسلمين وهي تساعد المجرمين على قتلنا في سوريا فهم ليسوا بمسلمين، لأن النصوص واضحة في القرآن والسنة: من استباح دم المؤمن خرج من الإسلام. وأنتم أيضا يا حزب الله في لبنان، إن اعتقدتم أن قتلنا حلال وساعدتم الظالم عليه ولو لم تذكروا أنه حلال أو حرام فقد خرجتم من الإسلام. لا تسموا أنفسكم حزب الله، بل سموا أنفسكم حزب الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يرضى بقتل المؤمن وهو الذي يحرض على قتل المؤمن. ونحن نعلم من خلال الوقائع أن كل ما يجري من دفاعكم عن الفلسطينيين وغيره أثبتتم أنه هو كذب وافتراء، وأن حكومة إيران متفقة مع أمريكا ومع غيرها، ولكنهم يمثلون علينا، يتظاهرون بشيء وباطنهم شيء آخر هو لا يريده الله ورسوله، ولذلك سموا في ديننا الباطنية. فإذا أرادوا أن يكونوا من بني آدم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليكفوا أيديهم وأسلحتهم عنا، وليرجعوا إلى الإسلام، إلى دين الإسلام، ليرجعوا إلى القرآن ليقرؤوه. أما إذا كان لبعضهم قرآن آخر فليتقوا الله، ملك الموت سيأتيهم من كبيرهم إلى صغيرهم. أيها الإخوة المؤمنون، عندما نسمع خبرا أن أكثر من عشرات الجساس اليوم أو الليلة البارحة، اليوم سمعنا النبأ، عشرات الجساس في نهر قويق في حلب، وعندنا يا إخواني في حلب كلمة قويق، زدت في قويق يعني ما له قيمة، لأن نهر القويق كان يجري فيه المجاري، ثم يتهمون غيرهم بأسلوب مباشر أو غير مباشر، هذا يدل على خبثهم، على خبثهم، وأنهم سبقوا الشيطان في الخبث والكذب. رموهم في نهر القويق وهم مكبلين ومقتولين،
بالتعذيب وكلهم مدنيون، اللي لابس خاتم خطبة واللي رافعته على رقبته واللي كذا كلهم مدنيون، يقتلونهم ويرمونهم في النهر ليجرفهم النهر من منطقة فيها النظام، فيها جند النظام، جند الشيطان، ما هو جند النظام، هذول يقذفونهم في النهر ليجرهم ماء النهر بعد أن يتفسخوا وينتفخوا إلى منطقة أخرى هي تحت سيطرة الجيش الحر. لماذا؟ ليتهموا أن الأرهابيين يعني الجيش الحر هو الذي قتلهم. الجيش الحر ما مصلحته بأخذ المدنيين وقتلهم؟ وهل رأى أحد منهم ذلك؟ أحد من الناس ذلك؟ لا، ولكن رأينا وسمعنا وشاهدنا وصور الشباب، شباب المسلمين في سوريا، ليس شباب انجلترا وامريكا وروسيا، شباب المسلمين في سوريا صوروا مقتل شباب لا ذنب لهم الا انهم يقبض عليهم ويقتلون راسا هكذا ليرهبوا الناس، فهم الارهابيون. ولكن يظهر ان المنافقين الذين يوالونهم ولو كان على رؤوسهم العمائم، يظهر ان هؤلاء المنافقون كما قال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون. لو يفهموا كان رأوا ما جرى مجازر يندلها الجبين. والله لو كانت حيوانات تقتل، عشرات الحيوانات تقتل وترمى في النهر لاحتجت جمعيات الرفق بالحيوان. ما أحد يحتج من الأمم. أين الأمم؟ أين الضمير؟ أين من يسمي نفسه مسيحيا؟ المسيح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى السلام، إلى الأمن، إلى السعادة. لا أمن ولا سعادة للبشرية إلا أن يعود حكم الله في الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم. إن البشرية عندما تفعل هذا في سوريا، أقول تفعل، نعم، لأن من سكت عن هذه الجرائم فهو يشارك فيها. إن البشرية عندما تفعل ذلك إنما توجد الإرهاب الذي هو غير موجود في سوريا، فسيضطر المسلمين جميعا من كل أصقاع العالم أن يدخلوا إلى سوريا ويقاتلوا هؤلاء الفئة الطاغية. عند ذلك يخرج الأمر من أيدينا ومن أيدي الجميع. فانتظروا يا أوروبا ماذا يحصل لكم بعد ذلك، انتظروا ما يحصل لكم، انتظروا يا إيران ما يحصل لكم بعد ذلك. عندما تنفلت الأمور أنتم تظنون أن الناس يقتل بعضها وأنتم مرتاحين؟ لا، هذا له حد. ولكن إذا دخلت وبدأت هذه الأمور تكبر ويأتي الناس من هنا وهناك ليقاوموا هذا الطغيان الفظيع الذي لا يسكت عنه إنسان عنده ذرة ضمير، عند ذلك ستجدون الإرهاب الذي كنتم تنكرون. أنتم الإرهابيون أيها النظام، ثم تتهم غيرك بالإرهاب، سترى الإرهاب بعد ذلك، وسترى أوروبا أيضا الإرهاب بعد ذلك. أنا ما أقول هذا مهددا أنني من الإرهابيين أو أقرهم، ولكن فعلهم هذا سيؤدي إلى ذلك. فإن كان فيهم أناس يعقلون أو عندهم شيء من الرشاد فلينتبهوا إلى أنفسهم ولينتبهوا إلى مصلحة البشرية. إن سوريا أيها الإخوة، أيها الناس، أيها العالم، في مركز حساس من منطقة الشرق الأوسط، فإذا بدأ فيها الفساد ولم يبقى هناك إمكان للسيطرة عليها فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلمون أنهم جروا أنفسهم وجروا البشرية إلى ويلات لا تحمد عقباها. في ذاك الوقت يقولون إرهاب، ولكن الإرهاب لا يستطيعون أن يسيطروا عليه ولا أحد يرد عليهم. ارجعوا إلى رشدكم وساعدوا المظلومين بما يحتاجون إليهم السلاح، لا للتطاول على أحد ولكن للدفاع عن أنفسهم وعن حرماتهم. الناس في سوريا كل واحد في أي بلد من البلدان يكون نائم لا يدري في منتصف الليل تبدأ الطيارات في الغارات. لماذا؟ على إسرائيل شاطروا، لم يطلقوا طلقة واحدة، لا هو ولا أباه. وعلينا يصبحوا شاطرين الناس، الأطفال، كل من يقتل لما يضربوا بالطائرة البراميل المتفجرة، من الذي يموت فيها؟ يزعمون أنهم يقتلون الإرهابيين والجيش الحر، لا يقتل بقذيفة من الجيش الحر ولا واحد، ربما ب20 قذيفة يقتل واحد، ولكن من المدنيين يقتل المئات المئات. ومن لم يقتل في الطائرات يقبضون عليه ويكبرون يديه ويقتلونه ثم يرمونه في الشارع أو في المجاري أو في النهر. هل هذا فعل إنسان كافر؟ لا والله، الكافر لا يعملها، ولكن كافر مجرم لا أصل له، لا أصل له ينتمي به إلى البشرية، لأن أفعاله تدل على أنه ينتمي إلى غير البشر، ينتمي إلى الخنازير المفترسة
والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة، من ينتمي إلى الإسلام، الإسلام دين الرحمة، الإنسان الإسلام دين السعادة، الإنسان دين البشرية. أما أن يعمل الإنسان الجرائم البشعة التي لا يعملها كافر ثم يدجل ويتهم بها غيره، القرآن يحكم عليه بأنه ليس المؤمن. يقول سبحانه وتعالى في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستمع إلى قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، آيات الله المنزلة على محمد رسول الله التي رحمة العالمين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. شوف بقى الكذب، انظر إلى الكذب، وأولئك هم الكاذبون. يفترون الكذب على غيرهم وهم يفعلون الجرائم. هذا الكذب الذي سبق به الدجال، الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الدجال يسبقه دجالون. ونذكر المؤمنين بأنه إن جاءهم فاسق، فاسق يعني مجرب بالكذب، عندما تسمع لإذاعة الدنيا أو إذاعة النظام أيا كان نوعها أن الإرهابيين قتلوا المتظاهرين في حلب، وأنا كنت خارج من المسجد مع المتظاهرين وسقط عدد من الشباب، من الذي قتلهم؟ الأمن، يرشوهم رش، مو يطلق طلقة طلقتين في الهواء أو طلقة تصيب أحد في رجله، لا، على القاتل. 5 قتلى في حلب الجديدة عندما خرجت مظاهرة، 5 قتلى سقطوا أمامنا، إرهابيين قتلوهم. خرب بيت المجرمين على هذا الكذب، نرى بأعيننا ثم يقول: لا لا ترى، ما هو صحيح، معلش افعلوا ما شئتم. قال الله تعالى: والله من ورائهم محيط. وهذا القرآن سيثبت وسيزول حكمكم وبطشكم وطغيانكم، وسيعود للبشرية في سوريا وفي غيرها الأمن والأمان بحكم الله، بحكم هذا القرآن، بالرجوع إلى هذا القرآن الذي يرحم الكائنات، الراحمون يرحمهم الرحمن، كما أخبر سيد الراحمين عليه الصلاة والسلام، وكما أخبرنا الله تبارك وتعالى. فلا بد للحق أن يستقر، ولا بد للباطل أن يزول، ولا بد للكذب ولو كان هو زائل، لأن الناس يعرفون أنه كذب، إلا الأشخاص الذين لهم مصالح مع هذا النظام فهم يصدقون كذبه ولا يعلمون أنهم خرجوا من الإيمان. حتى أن أحد الأشخاص قالوا عني أني غير مؤمن، هل شكوا على قلبي؟ لا، تشكوا على قلبك شو مكتوب في مؤمن؟ عملك إن كنت تساعد الكفر والظلم. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى الظلمة ولا يبين كلمة الحق، الساكت عن الحق شيطان أخرس. من لا يفعل ذلك من أجل أن يكسب سيارة أو كذا ومصالح أو كذا، جاي ملك الموت، الشاطر يخلص حاله. اللهم ثبتنا على الحق بقولك الثابت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا سيد الذكرى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.